طيب عايز ارجع برضو شويه للاشبال. مين يعني عارف بقى الاول راح النادي الاهلي ازاي؟ ده كابتن حضرتك رحت النادي الاهلي من 2011 11. كان كابتن ياسر محمدين وكان كابتن احمد جمال ماسك فرقه 2000 ورحت اختبرت معاهم مع كابتن مجدي كراره كان الاداري ورحت اختبرت معاهم ومن ساعتها بقيت متواجد في الاهلي. المدربين اللي مرنوك بقى من 2011 مين اللي عدوا على عربي بدر؟ والله كابتن حضرتك كان اول سنه كان كابتن ياسر محمدين كان ماسك 2000 فانا جيت اتمرنت معاهم على طول وكابتن احمد جمال كان مساعد لي. تاني سنه عملوا دوري اللي هو 11 ل 2001 فنزلت اتمرنت معاهم. نزل معانا كان كابتن ياسر محمدين برضو مسكنا في السنه دي. بعد كده كان كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي وطبعا بشكره جدا وبشكره جدا كان هو كان في فتره تعبان فيها وربنا يقومه بالسلامه وربنا يطمنه عليه ربنا يبقى كويس دايما يعني. وكابتن محمد شرف وكابتن اسحاق اول طبعا بشكرهم جدا. قعدت مع كابتن شرف فتره برضو قعدنا 4 سنين فكانوا 4 سنين يعني اجمل 4 سنين في حياتي. فطبعا بشكره جدا كابتن شرف وكابتن اسحاق اول. وكان اخر فتره كان كابتن عادل عبد الرحمن وطبعا بشكره جدا ساعدني كتير السنه اللي فاتت ويعني من الناس اللي هم اثروا في حياتي جدا يعني طبعا بشكره جدا. كابتن عادل كان بيصعدك وانت فريق 2001 كان بيصعدك معاه في 97 طبعا موجود معاه بشكل اساسي مع كابتن عمرو انور برضه. ما هو مع كابتن عادل عبد الرحمن كان هو في الفتره دي ماسك 97 فانا لعبت معاه الفتره اللي هو مسك فيها كلها لعبت كل الماتشات كويس. وكان الفتره دي كان بيطلعنا درجه اولى دايما مع مستر كارترون وكنت بنزل وبطلع اتمرن وبنزل العب ماتشات مع كابتن عادل الفتره دي كانت كويسه يعني. طيب تعال نفكرك بقى باول كلام احنا قلناه عليك هنا في برنامج الاشبال نرجع نفتكر معانا الفيديو يا دكتور. طيب تعال نشوف بدر استوقفني هذا اللاعب خلال الموسم اللي فات من سلوكياته من التزامه مع فريق 2001 لما كان بيأدي بمنتهى القوة مع فريقه وكمان لما بيتم تصعيده لفريق 97 مع شباب النادي الأهلي. عربي بدر من اللعيبة المبشرة اللي أنا دايما بتنبأ لهم إن شاء الله هيكون لي مستقبل كبير مع النادي الأهلي. مستر مارتن نصارتي أشاد برضو بعربي بدر في معسكر أسبانيا. تعليقك يا عربي وإحنا هنا كنا بنتكلم عنك هنا في برنامج الأشبال وكان الكلام ده من سنتين. والله يا كابتن حضرتك طبعا الكلام ده كله بيديني الدفع دايما وده دايما ببقى مركز ان انا ابقى دايما يعني امشي بشكل كويس وعشان ابقى في الصوره دايما. وطبعا حضرتك عارف ان في قطاع الناشئين في لعيبه كتيره كويسه جدا ودلوقتي الفتره بقت في تطور بعد القناه وبعد ماتشات بقت بتتذاع لايف وماتشات بقت بتتصور وبتتذاع بعدين فده كله يعني بيبقى في صالحنا احنا والناس دلوقتي بقت تعرف الناس الصغيره وبقت الموضوع بقى مختلف عن الاول ودلوقتي طبعا الدنيا ماشيه كويس مع قطاع الناشئين وما شاء الله في 20 لعيب او 19 لعيب بيتمرنوا في الدرجه الاولى اليومين اللي فاتوا فده كله ده كويس جدا لقطاع الناشئين يعني. سمعت احنا قلنا عليك ايه صح؟ طب تعالى نسمعك بقى انت قلت لنا ايه في برنامج الاشبال من سنتين فاتوا. مواليد 2001 ديفندر ومنتخب مصر الشباب. يضغط مره ثانيه النادي الاهلي. عربي وركله جزاء للنادي الاهلي. عربي بدر هو انا بدات كوره كان عندي 5 سنين كنت بلعب يعني في المنطقه عندنا وكده فجيت والدي ووالدتي كلموني وكده ورحت اتمرنت في مركز شباب كفر حكيم عندنا لعبت موسم واحد معاهم كانت اكاديميه بعد كده رحت مع كابتن سيد البراجيلي في البراجيل.